صباح الحب، صباح العافية على أحلى متابعي شاشة زاكروس الفضائية. هسه صباحكم زملائي داخل الاستوديو من برنامج نسمات زاكروس. استطلاعنا لهذا اليوم، ما رأيك بظاهرة التنمر في المجتمع؟ تعالوا نشوف آراء الناس، خليكم ويانا. نريد نعرف رأيك بظاهرة التنمر في المجتمع. والله هو التنمر يعني حالة انتشرت بهاي الفترة بين الشباب، يعني وبين يعني التجمعات، يعني شلون ما نقول، يعني شافوا لهم شخص تنمروا عليه على شكله أو هاي، هم ما راح يفكرون إنه هذا الشخص يعني راح يتأذى يعني من داخله، فيذبون كلام إنه هم ما يحسون بيه، ومن يجي واحد يتنمر عليهم إنه هم ما شلون أقولك ما راح يقبلون وراح يصير بيهم نفس الشعور. فإن هي حالة ما مقبولة، وأتمنى يعني يكون حل لهيك حالات بين الشباب وبين التجمعات، يعني دائما يصير هاي الحالات مثلا بالأماكن العامة، إذا شافوا بنية إذا شافوا ولد راح يتنمرون عليه. مع الأسف أكو بعض الحالات الغير صحية بالمجتمع اللي هي يتهجمون أو يتنمرون على شخص في عنده فد ميزة معينة أو في ذوي الهمم اللي الله خلقهم سبحانه وتعالى في شيء عندهم يعني من اللي يختلف عن بقية الناس. وأعتقد أنه اللي تنمر الآن قلة ثقافة وقلة وعي، يعني على المجتمع أنه شوية يرتقي ويثقف من حوله. يعني إحنا نبدي من اليمنى، يعني إذا أنت تمشي يا واحد وتنمر على شخص مهما كان هذا الشخص، كان يعني تصرف خاطئ وتنمر عليه أو كانت عنده فد مشكلة صحية وتنمر عليه، يجب أنه يعني كل الناس يعني تكون يعني ما تقبل على الشيء اللي على الشخص المتنمر، لأنه هذا بالأخير رح يأثر على نفسية المتنمر عليه و يؤدي إلى يعني حالة اجتماعية غير صحية. والله يا ظاهرة التنمر موجودة بدءاً من الأطفال إلى آخر عمر، وطبعاً الأطفال دي اكتسبوها من الآباء مع الأسف. يعني النفوس ما بعد 2003 والأمور اللي دخلت للمجتمع العراقي غيرت هواية مفاهيم وغيرت هواية تقاليد وقيم، أدت بالنتيجة أنه يكون أكو تنمر. طبعا يعني الأسباب كثيرة والعلاجات صعبة. رأيك بظاهرة التنمر في المجتمع؟ والله ست هو اكو إجابة حلوة، يقول بسم الله الرحمن الرحيم وخلقنا الإنسان بأحسن تقويم، فأي واحد يتنمر على الثاني يعني هذا إنسان غلطان. المفروض إحنا نحترم كل البشرية، حتى لو هو معوق المفروض إحنا نساعده ونداريه، يعني ما نقلد أو نقلل من شأنه، لأن هاي خلقة رب العالمين. يعني هذا اللي أقدر أقوله. زين، هم مريت بحالة تنمر أو من عائلتك من أقربائك، وشون واجهتوا المشكلة؟ لا الحمد لله هو ما عدنا شيء، بس أنا أنصح على أي كل واحد يعني مثلاً نسميهم ذوي الاحتياجات الخاصة، إن تكون عنده ثقة بنفسه، يعني ما دام الله خالقه خلاص أنا ما أهتم لرأي الآخرين. ظاهرة التنمر منتشرة بشكل جدا كبير بالنسبة لي كمعلمة، وأني باحتكاك في ويا الأطفال، أيضا باحثة اجتماعية، وقمنا يعني هواي أعمال، يعني نريد نحد من هاي الحالة مدى نوصل للحلول لكثافة الطلاب بالمدارس وعدم الاهتمام من قبل الجهات اللي التربية، من يعني الإهمال بصورة عامة للطلاب. طالب شنو ذنبه؟ احنا يعني مثلا الطلاب 50 واحد، احنا نريد نوصل المادة للطالب، مدى نقدر نوصلها؟ لأن مثلا عندك 25 طالب في حالة تنمر، في حالة أذى طالب إلى طالب. طبعا ظاهرة التنمر ظاهرة غير أخلاقية بالمرة، أكثر شيء يتم التنمر بالمدارس، يعني أتمنى يكون أكو حملات توعية بالمدارس من خلال المدير أو المدرسات، لأن هذا التنمر ممكن يسبب له مثلا حالات نفسية أكثر. هاي السلبية اللي قاعدين نشوفها تحتاج طاقة إيجابية من عندنا،
فأي شخص يتم من التنمر عليه المفروض يشتكي وما يخاف ويكون على تواصل ويا عائلته بهذا الموضوع. Yeah.